السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وصلنا مع بعض يا شباب للمراجعة. قلت لكم نجمع المنهج كله يعني كجرامير قواعد يا شباب، بس مش مترتبة بنفس ترتيب الدروس. أنا باخد القواعد ككلها يا شباب، لأن الدروس شرحناها بالتفصيل وكملناها في الفيديوهات، اتفقنا؟ آخر حاجة وقفنا عندها كانت في الفيديو السادس، الفيديو اللي فات. النهارده يا شباب هنبدأ بفيديو رقم 7 في المذكرة، قلت لكم مراجعة ليلة الامتحان، اتفقنا؟ الجزء ده كنا شرحناه اللي هي الأفعال اللي بتنتهي بحرف الـ R اللي هي أفعال المجموعة الأولى، اتفقنا؟ الكلام ده طبعًا عارفين يا شباب إن أنا بضيف مع الضمير جي إي، مع الضمير تي بضيف إي إس، مع الضمير إل وإل بضيف إي. ركزوا معايا يا شباب، لو جالي أي اسم مفرد زي أحمد، علي، لأنه في الامتحان يا شباب اللي أخدناه إمبارح كنت جايب لكم اسم أميرة. فكتير يا شباب اختار زي الضمير جي، لا غلط. طالما تلاقي اي اسم يا شباب سنجلي مفرد بعتبره زي ايل وال، وايل وال في الافعال مش في الصفات بياخدوا نفس التصريف، اتفقنا؟ فلو جالك اي اسم في الامتحان، احمد، علي، منى، اسم عاقل، اسم غير عاقل، لو تابلو، لافينيتر، لوشيان، اي اسم طالما يا شباب سنجلي مفرد، انا عايز منك حاجه واحده بس، مفرد مفرد، يبقى تختار يا شباب اتفقنا؟ مع الضمير نو يا شباب بنضيف او ان اس، مع الضمير فو بنضيف او زد، مع الضمير يا شباب اي لافك اس واي لافك اس بنضيف او ان تي، اتفقنا؟ او ان تي، اتفقنا؟ دي المجموعه الاولى. وخدنا مثال يا شباب زي فيرب مثلا امي يحب، جيم انا احب، تيم انت تحب، ايليم هو يحب، نوزيمون، هنا حرف الاس اتنطقت زد يا شباب عشان بعدها متحرك، نوزيمون نحن نحب، بوزيمي انتم تحبون، ايلو الزم هم يحبون، اتفقنا؟ الجزء الثاني يا شباب نركز على فيرب اسمه سابولي يسمى او يدعى، وفعل ثاني يا شباب اسمه سيبوزونتي يقدم نفسه، اللي هما الفعلين اللي قدامكم دول يا شباب اهم فعلين عندك في سنه اولى ثانوي في الافعال المنتظمه، لمعلوم بعض الملاحظات مهمين جدا. الافعال دي يا شباب لو لاحظت معايا سابيلي مسبوق باس ابوستروف قبل الفعل، صح؟ اهو سيبوزونتي مسبوق بس. طب الافعال اللي انا بلاقي قبلها قبل الفعل اس ابوستروف او سي يا شباب، دي بسميها الافعال ذو الضميرين، اتفقنا؟ ايه اللي بيحصل للافعال دي؟ بصرفها طبيعي؟ طبيعي ميسو، ما فيش اي مشكله خالص، اتفقنا؟ طب لما اجي عندي سي يا شباب او اس ابوستروف اسيبها زي ما هي؟ لا، هغيرها. لما الاقي الضمير ج بغيرها يا شباب، بخليها ام ابوستروف لو هي اس ابوستروف، اتفقنا؟ طب لو هي س بخليها م، يبقى تتغير بنفس الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم، مع ج بتبقى م او ام ابوستروف، مع الضمير تي بتبقى ت او تي ابوستروف، مع الضمير ايل او ال اهو يا شباب، او احمد او علي او اي اسم مفرد بتبقى س او اس ابوستروف، اتفقنا؟ مع نو بنكررها بتبقى نو نو، اتنين نو ورا بعض يا شباب، بص نو نو زابيلون، واضح؟ اقول لك نو نو بريزونتون، مع الضمير فو بتبقى فو ثانيه، اتفقنا؟ مع الضمير اي لافيك اس واي لافيك اس يا شباب بتبقى س او اس ابوستروف. يبقى الجدول ده يتحفظ يا شباب، اي فعل يجي لك ذو ضميرين يعني ذو ضميرين يا ميسيو، يعني مسبوق بس او اس ابوستروف، اتفقنا؟ بغيرها بحولها يا شباب شونجي حسب الفاعل اللي عندي، اتفقنا؟ طب ما انا مش عارف ايه معناها، هي بتغير المعنى؟ بتغير، بترجع الفعل يا شباب للفاعل نفسه. نشوف المعنى، اقول لك افيلي لوحدها معناها يسمي او يتصل بي لواحد تاني او يستدعي. طب لما حطيت قبلها اس ابوستروف رجع الفعل على الفاعل، سابيلي يسمى، يدعى، اقول لك جو مابيل، انا اسمى، انا ادعى، واضح يا شباب؟ نشوفها في فيرب بريزونتي اوضح. اقول لك بريزونتي لوحدها معناها يقدم شخص اخر. اقول لك شو بريزونت احمد، انا اقدم احمد. شو بريزونت مونامي، انا اقدم صديقي. شو بريزونت مون بروفيسور، انا اقدم مدرسي. طب لما حطيت قبلها سو يبقى سو بريزونتي يا شباب يقدم نفسه. اقول لك جو بريزونت، أنا أقدم نفسي، جو مابيل ميسيو خليفة، اتفقنا؟ ده من ناحية المعنى. طب من ناحية التصريف يا شباب بيتغير شكلها حسب الفاعل، مع جي بتبقى
م مع تي بتبقى ت، مع ال وال بتبقى س، مع نو بتبقى نو، مع بو بتبقى بو، مع ال افيك اس ولا افيك اس يا شباب بتبقى س. الجزء ده على ما اعتقد شرحناه. الجزء اللي بعده يا شباب الجدول ده مهم جدا. يعني مهم يعني افعال اللي عندك في سنه اولى كلها في الترم الاول والترم الثاني الافعال اللي مش منتظمه ما فيش غيرهم الاربعه دول يا شباب. يا مستر ده انا واخدهم في الاعدادي واخدهم في الابتدائي، اه والله اخدتهم وما فيش غيرهم في سنه اولى كلها يا شباب، كلها ترم اول وثاني ما عندكش غير فيرب اتر افوار الي فير بس، اتفقنا؟ والمجموعه المنتظمه. شفت المنهج سهل ازاي يا شباب؟ يتحفظوا. فيرب اتر يا شباب بمعنى يكون، جو سوي تيي الي نو سوم فوز ات ال سون، اتفقنا؟ فيرب افوار بمعنى يمتلك او لديه او عنده، اللي هو فيرب الملكيه. يبقى جي انا عندي او لدي، تيا انت عندك او لديك، الى هو لديه او عنده. طب ثواني يا شباب، فيرب افوار بستخدمه مع ايه؟ مع العمر. كان في الدرس الاول اقول جي كام زون، انا عندي 15 سنه، تيا سي زون انت عندك 16 سنه، الى مثلا 8 عندها 8 سنين، نو دافون نحن لدينا، vous avez أنتم لديكم. وركزوا معي يا شباب أنه فيرب أفوار مع الضمير نو هو انتظم. يعني انتظم يعني حذفت النهاية آخر ثلاث حروف وضفت مع نو أو إن إس، وضفت مع فو أو زد، اتفقنا؟ آخر ضمير إيل زون اللي هي أو إن تي. الفعل الثالث، الفيرب الثالث يا شباب آخره إيه؟ آخره أو إر. يعني المفروض أنه فيرب بالنسبة لي ريجوليي منتظم. ده الفعل الوحيد في اللغة الفرنسية اللي بينتهي بإي إر، ومع ذلك يا شباب مش منتظم، ما ينفعش إني أحذف النهاية وأضيف النهايات اللي أنا حافظها. تاني، الفعل الوحيد اللي هيقابلك في اللغة الفرنسية السنة دي والسنة الجاية واللي بعدها، وطالما بتدرس فرنسي، طالما بتشرح في زمن أو بتصرف في زمن لوبريزون المضارع، أفعال المجموعة الأولى كلها بتمشي بنفس التصريف سوف لو فيرب الي، ما عدا فعل الي بس. واضح؟ ده الفعل الوحيد اللي بينتهي بـ ار، ومع ذلك يا شباب يتصرف بطريقه مختلفه. بيتصرف ازاي؟ مع الضمير جو يا شباب بيبقى جو في انا اذهب، تي فا انت تذهب، ايل فا هو يذهب، نوزالون نحن نذهب، فوزالي انتم تذهبون، ايل فون هم يذهبون. الفعل الأخير يا شباب اسمه فير. فير فير يا شباب حرف الأ والإي بيتنطقوا إيه، فبقول فير. فير معناه يا شباب يعمل أو يفعل، أو بمعنى يمارس مع الألعاب الرياضية. أقول لك جفيت سبور أنا أمارس رياضة. الفعل بيتصرف إزاي؟ مع الضمير جي يا شباب بيبقى في، حرف الاسم 12 جو في، مع الضمير تي بيبقى في. أقول لك تي في أنت تمارس، إل في هو يعمل أو يفعل. أول ثلاث ضمائر نفس النطق من ناحية يا شباب كونساسيون، هما نفس النطق جو في تي في إل في. من ناحية الكتابة يا شباب جو تي نفس الكتابة، في في إس إس، مع الضمير إل بضيف حرف التي، مع الضمير نو يا شباب نو في زون، نو في زون حرف الإس بتتنطق زد، فو فت آخرها يا شباب او اس بتنتهي بحرف الاو اس مش او زد. فعندك الضمير فو بينتهي مع فير بو اس، ومع اتر برضه بو اس. اخر حاجه يا شباب مع الضمير الى بك اس بتبقى فن بحرف الاو. دول يا شباب الاربع افعال بس اللي عندي مش منتظمين في منهج اولى ثانوي وكلها يتحفظوا سواء الترم الاول او ثاني، اتفقنا؟ الاربع افعال دول عليهم ملاحظات كثيره، ركزوا معايا يا شباب. بنات ركزوا معايا. أول ملاحظة، الأربع أفعال دول بس في المضارع، بصوا معايا يا شباب، اللي بينتهوا مع إلى بك إس بأو إن تي، أو يا شباب بحرف الأو، صن بتنتهي بالأو، إس أو إن تي، أفوار بتبقى أو إن تي، ألي بتبقى في او ان تي، فير بتبقى اف او ان تي، مفيش غيرهم، الاربع افعال دول بس اللي نهايتهم او ان تي. باقي الافعال كلها
سواء منتظمة أو مش منتظمة بتنتهي يا شباب بحرف الـ أ. ملاحظين هنا بحرف الـ أ النتاء. أو يا شباب نرجع فوق كمان نأكد عليها، كل الأفعال بتنتهي بـ أ النتاء ما عدا الأربع أفعال دول بس اللي هما بينتهوا بـ أ النتاء. أو اتفقنا؟ دي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية يا شباب إنه الأفعال دي كلها تستخدم كأفعال بنفس المعنى، إتر يكون، أفوار يمتلك، علي يذهب، سير يعمل، وتستخدم كأفعال مساعدة. تدخل معايا في تعبيرات تانية وتركيبات تانية لغوية يا شباب معناها يبدأ يتغير، اتفقنا؟ طيب الاستخدام، فيرب إتر يا شباب بستخدمه في إيه إتر؟ ليه استخدامات كتير جدا، أستخدمه مع الصفات. فاكرين الدرس الثالث؟ الدرس الثالث في الوحدة الأولى هي كاركتير، حابة أتكلم عن نفسي، أوصف نفسي، جسوي سوسيابل، أنا اجتماعي، استخدمت إتر، اتفقنا؟ جسوي تيميد، أنا خجول، أحمد إيه بافار، يكون ثرثار، كثير الكلام. برقم واحد إتر يستخدم مع شباب الزجكتيف الصفات، أوصف نفسي، أوصف غيري، أوصف مكان، أو لكل مثلا مدرسة إيه غوند، تكون كبيرة. رقم اثنين بستخدم إتر يا شباب لما أحب أتكلم عن الناس من اللي تيجي جنسيات، جسوي إيجيبسيان، تيي ألمان، وهيجي عندنا في سنة ثانية إن شاء الله. بستخدم إتر يا شباب مع إيه تاني؟ أستخدمه مع المهن، اتفقنا؟ أقول لك جسوي بروفيسير، أنا أكون مدرس، تيي ميتسا، أنت تكون طبيب، وده مش عندنا. يستخدم إتر يا شباب، وركزوا على الجزء اللي هقوله لكم، بدل فيرب سابيلي يسمى. يعني ينفع بدل ما اقول جو مابيل مسيو خليفه اقول جو سوي مسيو خليفه، ينفع مش مشكله خالص. ينفع بدل ما اقول يا شباب جو سوي علي، بدل ما اقول جو مابيل علي اقول جو سوي علي، ينفع مفيش مشكله خالص، اتفقنا؟ يبقى ده فيرب اتر. فيرب افوار يا شباب يستخدم مع العمر، ده الدرس الاساسي اللي عندي، اقول لك جي 15 اون جي 31 اون، انا عندي 30 سنه. يستخدم مع الملكيه، أقول جي أنستيلو، أنا عندي ألم، اتفقنا؟ جي إني غوندي ميزون، عندي منزل كبير، واستخدمه مع بعض التعبيرات الثانية. فيرب ألي يا شباب يستخدم بمعنى يذهب، جو في أليكول، جو في مثلا ألا تواليت، جو في أو سينما، بمعنى يذهب. ويستخدم يا شباب بمعنى سوف، وده مش عندي، عندي في سنة ثانية ثانوي، كفعل مساعد، بزمن اسمه الفتير بروش. يستخدم ألي يا شباب في السؤال عن الحالة الصحية. فاكرين كومون فاتي؟ فاكرين كومون تاليفو، كيف حالك؟ كانت متركبه من كومون كيف وفيرب الي يا شباب، اتغير معناها بيسال الحاله الصحيه. كومون سافا متكونه من كومون كيف وسا وفال وفيرب الي، اتفقنا؟ فيرب فير يا شباب بستخدمه بمعنى يعمل او يفعل، بمعنى يعمل او يفعل او يمارس مع الالعاب الرياضيه. ده يا شباب الجزء ده مهم جدا جدا جدا، جزء مهم يا شباب، الجزء ده مهم نركز عليه، اتفقنا؟ اللي هي الافعال المقرره عليا، يا اما افعال منتظمه او الجدول ده اللي هم الاربع افعال، اتفقنا؟ واكمل لكم في الفيديو اللي جاي، يلا اوروبا.